إلى ذلك قال سفير بريطانيا لدى بلادنا سيد ريتشارد بعد لقائه الناطق الرسمي لجماعة الحوثي الإرهابية في سلطنة عمان، قال أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن رغم التعنت الواضح والصريح من قبل الجماعة المارقة. اليوم اجتمعت مع محمد عبد السلام وتحدثنا عن الهدنة وتمديد الهدنة لفوائد الشعب اليمني، ومن أجل ذلك الافتتاح الطرق في محافظة طائز وأيضا ارتفاع المرتبات في شمال اليمن. كان هو جيد ومثمرة، وبريطانيا تدعم جهود مبعوث الخاص للأمم المتحدة في شأن السلام في اليمن.